وصلنا لمحطتنا الأخيرة، ويمكن سمر أنا وأنتي ناطرينا، أكيد وكثير من اللي رح يتابعونا من الصبايا أو السيدات رح يكونوا أكيد كلهم أذان صاغية مثل ما بنقول عن هي الفقرة. رح نحكي اليوم عن البشرة عموما. بالشتاء ممكن تكتر كثير مشاكل معينة من الجفاف وإلى غيرها، وأيضا بعض الأخطاء بتكون مننا نحن من طريقة تعاملنا مع بشرتنا بالفصول، وكيف الطريقة الأفضل التعامل مع البشرة بفصل الشتاء، شو هي الأخطاء اللي لازم نبعد عنها. كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا بصباحنا غير لليوم، أخصائية البشرة مرح رنجي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي مرح. يسعد صباحكم صبايا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي مرح. خلينا نحكي بالبداية عن خطوات العناية بالبشرة في فصل الشتاء. هلأ العناية بالبشرة ما بتختلف من فصل لفصل، دائما رح تكون نفس العناية ونفس المواد ونفس كل شيء بكل الفصول، لكن بتختلف بالنسبة لموضوع الجفاف. يعني دائما الصبايا اللي بشرتهم دهنية كتير بيفرحوا بفصل الشتاء، وغالبا كل الصبايا اللي بشرتهم دهنية بيحبوا فصل الشتاء أكتر من الصيف، لأنه بفصل الشتاء بصير في جفاف أكتر للبشرة، إن كان الجسم وإن كان بشرة الوجه، فبالتالي بتقل هاي الإفرازات الدهنية، البشرة ما بقى بتتعرق مثل بالصيف، فالبشرة الدهنية كتير بتكون مرتاحة. أما البشرة الطبيعية أو البشرة الجافة تلاقي صعوبة أكتر، فبتحتاج ترطيب أكتر. هذا اللي بيختلف بين الشتاء والصيف. يعني نحنا بالشتاء رح نعمل نفس طرق العناية بالصيف، إن كان بتنظيف البشرة بالغسولات بالسكرابات وكل شيء، بس بدنا نزيد على هذا الشيء إنه بدنا نزيد نسبة الترطيب بالبشرة عن طريق المرطبات والكريمات، وبالأخص البشرة الجافة. أكيد أكيد يا مرح. كتير عنا من الأخطاء الشائعة بالعناية بالبشرة، مثل مثلا بيقولوا أنه لا تستخدمي المي السخنة، عالم بيقولوا لا استخدمي المي السخنة على البشرة. خلينا نحكي على كم خطأ شائع للعناية بالبشرة، شو هن بيكونوا بفصل الشتاء. هلأ بالنسبة للمي السخنة هي شيء كتير سيء للبشرة وفيه كتير يعني أضرار البشرة. حتى أوقات بيقولوا لك أنه لما تعملي دوش حتى لو الدنيا شتوية خلي آخر ولو 3 ثواني بتجي مي باردة على الجسم والوش كرمال تشد البشرة وتنقبض المسام. المي السخنة إلى أضرار بأنه أول شيء مع الوقت بتعمل ترهل للبشرة، ثاني شيء بتعمل توسع للمسام، وهذا الشيء كتير فيه ضرر، زائد أنه البشرة بتجف أكتر وقت اللي بيكون فيه مي سخنة بتجي عليها. فلأنه الوقت بتجي مي سخنة على البشرة تفرز البشرة مادة اسمها الهيستامين، يلي هي بتحرض الحكة والتهيج ببشرتنا. فنحن لهيك لازم بعد كتير عن البشرة، عن المي السخنة لبشرتنا. وممكن إذا اجت مي سخنة على البشرة فورا الخطوة اللي بعدها نحن نحط مي مسقعة عليها. يعني عادة يمكن أغلب الصبايا تعودوا على شيء اسمه الكنان بنعمل بالبيت، اللي هو بتنجاب مي سخنة وبتنعمل مثل تبخيرة تماما. فأنه من هون يمكن إجا المعتقد الشائع أنه فوائد بتفتح مسام الوش بتنظف الوش وبعدها آخر شيء ممكن تغسلي وشك بمي باردة. هل فعلا هي التبخيرة هي مفيدة للبشرة؟ بتفتح مسام الوش بتخليني شيل الدهون الزايدة شيل الأوساخ؟ لا. ولا لا أنا هي الطريقة التقليدية صارت هاي الطريقة أول شيء دراسيا، يعني بالدراسات أي حدا بيكون عم يدرس اختصاص تنظيف بشرة عناية بالبشرة عالميا التغى شيء اسمه بخار للبشرة. يعني هي الطريقة التقليدية وخاطئة جدا، هو شيء غلط، وللأسف أنه لهلا في كتير مراكز أو صبايا بتعمل تنظيف بهي الطريقة. أنا مثلا ما فتحت المسام بالبخار معناتها أنا عرضت وجهي للحرارة، أنا مثلا ما فتحت هاي المسام صعب أرجع أعملها قبض. وقت أنا حلاقي سهولة هلأ بتنظيفها، أنا رح لاقي سهولة هلأ وقت أنا رح وسع مسام، أنا كخبيرة وقت بدي نظف بشرة رح لاقي كتير سهولة أنه أنا أفتح مسام رح نظف بطريقة أسهل. بس أنا رح ضر الصبية، لأنه هلأ حتلاقي بشرتها عم تلمع، بعد أسبوع بعد شهر حلاقي الزيوان عبى أكتر بكتير من ما كانت عليه. فأنا غلط، لا أنا بستخدم تقنيات تانية بشكل عام، إن كان أنا أو أي صبية فعلا بروفيشنال لازم تستخدم. أول شيء أنا بستخدم سكراب حتى لو بدي أتوجع بالسنارة لأنه مو عاملة بخار، بس هذا الشيء أحسن، أنا ما بفتح مسام. ثالث شغلة في تقنية التقشير المائية اللي هي كتير بتساعد وكتير أفضل من البخار. بستخدم القبضة الفاكيوم، أنا بسحب كل شيء على سطح البشرة، بصير أسهل لي إني مثلا بالسنارة إن كان أو بأي طريقة.
مرح كثير من الصبايا بينطروا فصل الشتاء مشان يقشروا بشرتهم، خلينا نحكي عن اضرار التقشير بكثره في فصل الشتاء، شو ممكن يضر بشرتهم؟ هلا التقشير بفصل الشتاء كثير احسن من فصل الصيف، تمام. ان كان تقشير بالمواد الكيماويه، ان كان بالليزر، وان كان حتى الميزو والبلازما، وهي التقنيات كلها دائما دكاتره الجلديه او خبيرات البشره بينصحوا فيها بفصل الشتاء، لانه انا بفصل الشتاء ما عندي هي الشمس القويه اللي انا بعد ما اعمل هدول الاجراءات ممكن تعمل لي تصبغات. فدائما بالعكس بينصحوا فيها، ولكن مو بكثره، تمام. كثرة التقشير كأني أنا عم خلي البشرة تفقد كل شيء تملكه من زيوت طبيعية، من شيء بيحميها على سطحها. ما في داعي، أنا إذا قشرت كتير أنا عم خليها تتعرض للشيخوخة، يعني حتتكسر حتتجاعد على بكير. طيب مرح، خلينا نحكي شوي اليوم، برأيك إذا صبية حابة تحافظ على بشرتها سواء مثل ما قلتي بأي فصل، بالصيف أو بالشتاء، شو الطريقة اللي أنا ممكن نظف فيها بشرتي بشكل يومي؟ وإذا أنا ما بقدر روح على مركز عناية بالبشرة، تعطينا وصفة هيك بيتية بسيطة ما بتأذي نفس الوقت بتعطيها نتيجة مقبولة إلى حد ما. هلأ في كتير طرق، وهي الشغلة أبداً مو صعبة، بالعكس يعني أنا حتى وقت اللي بشوف صبية ما عندها قدرة كتير بنبسط، وقت اللي بيكون هي قادر تعمل بالبيت، وخاصة إذا هي إلى مرأة. يعني مثلاً أنا فيني من أول شيء أنا فيني اشتري مستحضرات طبية من برة تجميلية، إن كان السكراب، الميلك، التونيك، وماسك مغذي. وإذا أنا حابة أعمل هذا الشيء من أغراض بالبيت موجودة، فهي متوفرة بأي بيت. يعني نحن بنقدر مثلا نتخلى عن التونر، نستخدم بداله ماء الورد للبشرة الدهنية، أو ماء الزهر للبشرة الطبيعية أو الجافة. هذا الشيء منيح لقبض المسام نحن مثلا على سبيل المثال. السكراب بدل ما نشتريه من برا نجيبه سكراب للبشرة الدهنية أو للبشرة الجافة، فينا نعمله بالبيت من طريق القهوة، السكر، زيت الزيتون، ونفرك الوش فيه. هو أول شيء بيغذي، ثاني شيء بالفعل هو بيعمل سكراب كتير قوي وحلو للبشرة. وبالنسبة للماسكات نفس الشيء، أنا فيني أعمل من البيت حسب كل بشرة ماسك بيواتية. أكيد مرح، شكرا لكل معلومة قلتينا إياها، متشكر وجودك معنا، نورتي صباحنا. شكرا صبايا. شكرا لك، شكرا مرح.